كل عام انتم بخير. اليوم بمناسبة العيد الوطني 84 لوحدة المملكة العربية السعودية سنتحدث عن الأغنية الوطنية. رائد الأغنية الوطنية في بلادنا هو محمد عبده، فنان العرب. أنا أقول اليوم هو فنان الوطن أيضا، لأنه شكل وجدان شعب كامل على مدى، مش حكبرك، على مدى 5 عقود. الحمد لله. حياك الله أبو نورة. الله يبيك طال عمرك. شكرا أنك لبيت دعوتنا اليوم. العفو. وجايبينك حنا على سفر، ها؟ والله كان طاير على أقصى سرعة أني أنا أقابلك في هذا اليوم الجميل المجيد، يوم وطننا الحبيب. ومهم جدا كان أني أنا أطلع وأهني الشعب السعودي وأهني نفسي وأهنيك وأهني القناة. الله يحفظك يا أبو نور. أنا أبغى أبدأ معك. أول شيء، أنا قعدت أستعرض أغانيك الوطنية، لقيت أنت ما شاء الله كم أغنية وطنية أنت مغني؟ 300؟ لا يعد للوطن، حاجة كثير. يعني إذا أردنا نحصي الأغاني الوطنية كأغاني وطنية خاصة بالمملكة العربية السعودية، أيوة. هناك كثيرة جدا، يعني من أوائل ما ابتدأت وأنا هاوي، وكان هدفي الأساسي أني أنا أكون المغني الأول للأغنية السعودية الوطنية السعودية. طبعا أنت غنيت لدول الخليج كله، معظم دول الخليج ولا لا؟ نعم. لكن في مسألة الأغنية الوطنية، انت في البدايات اول ما بديت تاثرت باحد بالاغنيه الوطنيه، ولا من ما كان لك احد شايفه مطرب كبير قبلك ولا شيء؟ هو يعني نظره المجتمع للغناء كان لابد ان ندخل من هذا المدخل الشرعي، الاغنيه الوطنيه. والاغنيه الوطنيه ايضا ما هو اغنيه وطنيه فقط انك انت تتغنى بالوطن السعودي فقط، يعني هناك أوجه كثيرة للأغنية الوطنية. صح صح. وحتى أنت غنيت حتى غنيت لأطفال الحجار. أنا استغربت، أنا ما انشطارت الأغنية. هي لا، هي كانت في الانتفاضة الأولى أو الثانية. الثانية أظن. أنا أبغى أشوف، أبغى أوريك كلمات وأغنيتين. الأولى هي لا تسألوا عني، والثانية يكفيني اني سعودي. خلينا نشوفها، ابغى اسالك انا عن هذه من البدايات. خلونا نشوف الاغنيه بالله يا شباب. لا تسالوا عني انا السعودي وكفى، اصلي العرب مني وعني عرفت الوطن. لا تسالوا عني انا السعودي وكفى، اصلي العرب مني وعني عرفت الوطن. لا تسالوا عني انا السعودي وكفى، اصلي العرب مني وعني عرفت الوطن.
أنا سعودي وكفى فيها يعني فيها كأنها أغنية عاطفية. بلدي بلاد الخير وأهلي كرمهم غير. أيوه. يعني حتى النصوص ما فيها حماسات. أنا أقصد كأنك أول كأنك تغنيها زي ما تغني العاطفي. بالضبط، هو أسمى عاطفة أنك تعطيها للوطن. أيوة. إيش اللي صار؟ تغيرت الأغاني حتى بمسيرة كانت طويلة جدا هذه بالأغاني، يعني انتقلت من العاطفي الغناء الوطني بالعاطفة كأنها أغنية عاطفية. نعم. إلى أغنية فيها شوية حماسة. أي. هو اختلط العاطفة بالحماس. إحنا كعرب أنت عارف إحنا عاطفيين. والنغمة والكلمة تؤثر علينا يعني تأثير كبير. هي اللي جداً. تتأثر في اللحن تصيغه طبعا ما في شك. فلذلك وضع الأغنية وترسيخها في أذهان وجدان الناس يجب أن يكون من منطلق دخول الكلاسيكية في اللحن. طيب مثل هذه اللي يكفيني إني سعودي، هذه جنوبية. نعم. اللي أنا بسألك عنه ليش يعني جاء يمكن بأوبريت الأول مولد أمه هذا مولد حق الجنادرية. نعم. أو اللي هو أسس للأوبريتات كلها. نعم. استخدم الفنون في المناطق. نعم. أنت هنا مستخدم يعني الخطوة. نعم. أو الشيلة في عسير. نعم. أو في القحطانية يمكن ما أعرف. اللحن ذا اللحن قحطاني. إيش اللي خليك بعض ما يعني ما كنت دائما تميل للقصة ذي يعني تدخل فيها وبعدين تتركها، مع أنها كويس إن استخدام الفنون المناطق في الغناء عن البلد. إحنا كان هدفنا الأساسي إن إحنا نقرب نحاكي التراث. إيه؟ في كل أعمالنا الوطنية أو في الجنادرية. أو حتى كمان في الأغاني الإبداعية اللي بتكون إيه ما لها حديثة طبعا يا سامرية يعني. لا ليش؟ الحديثة. أيوة أيوة. الحديثة مثل روابي نجد، مثل هام السحب، مثل أغاني كثيرة وطنية. بالذات اليوم الوطني قبل أن يبدأ تجسده في الآونة الأخيرة عندنا وتخصيص يوم له خاص، صح، إحنا كنا نسعى لترسيخ هذا الشيء في أذهان وجدان الناس، صح. وكان يعني ديدا الأمير خالد والأمير بدر بن عبد المحسن في هذا الموضوع، ودائما نتذكره قبل فترة 6 أشهر 7 أشهر لنعد له هذه الأعداد. فكانت تأتي النصوص قوية ومن الشاعرين الكبيرين هذولا، ويواكبها ألحان من ألحاني أنا اللي تبرز العمل هذا. فلذلك ترسخت في وجدان الناس. لا أنا مثلا عندك أنت في يعني أنا ملاحظ مثلا فيها أغاني وطنية أنت تقدر تعتبر مثلا مثل صبية أغنية وطنية. أي أنا عشان كده أنا جايك في الموضوع ده. أيوة. أنا أقول أوجه الغناء يعني الوطني يعني أنا أتغنى في طبعًا بلدي طبعا كمان. إيه؟ أوجه الغناء الوطني ما هو بس في تمجيد العهد. أيوة أيوة. لكن ولا الأرض بحالها ولا المعاني ولا المباني ولا طبعا هذا مهم جدا جدا. إيه بس طبعًا مهم. إنما العامل الأساسي أيضا أنك أنت كيف أقول الملك رحمة الله عليه عبد العزيز بن عبد الرحمن مؤسس الدولة كيف استطاع، احنا كنا نفكر هذا تفكير ترى مبكر، كيف استطاع ان يلم شتات هذه الأمة القارة هذه الجزيرة العربية من قحطان الى الشمال الى نجد الى الجنوب الى الشرق. فكيف احنا نوحد هذه الجمل الموسيقية مع بعض؟ كيف تصل كلمات خالد الفيصل، خليني يعني ابدو مع حفظ الألقاب، والأمير بدر عبد المحسن الأميرين الكبيرين هذول في تجسيد الأغنية وجعلها توحيدية، يعني الخروج بأغنية سعودية. أنت شايف أنهم الشاعرين هذول هم أكثر ناس ساهموا في الأغنية الوطنية؟ وأنا حضرت هذا الشيء. يعني حضرت هذا التوجه زي ما تقول عندهم. نعم. أنه كيف كل المملكة تتغنى بأغنية سعودية. أول كان مثلا في أغنية حجازية، مظبوط، وفي أغنية نجدية، وفي أغنية جنوبية.
وكل واحدة بتتخصص بإقليمية كلماتها يعني. بالضبط بالضبط. فلذلك كيف احنا نقدر كيف الامير خالد الفيصل والامير بدر عبد الرحمن حسين يقدروا يصلون الى اغنيه اسمها اغنيه سعوديه؟ ايوه توحد هال بالالحان. انا اقصد انه مثلا يمكن حتى بالكلمات طبعا وحتى بالكلمات يعني مثلا مولد امه ميزته انه لما يجي يتكلم عن مثلا القطيف يجيب فن الشرقيه، لما يجي يتكلم عن ابها يجيب الخطوه. نعم هذا قصدي. اي الالحان طبعا هنا عندنا وفره كبيره في الالحان جدا إنما توحيد الكلمة نفسها. طيب أنا أبى أكمل الكلام الجميل ده بس بعد الفاصل. تفضل. في صمتي وأعذب ما حكى وقتي وأجمد في شوق وحنين وجهه لك راكعين وساجدين يفتخر طيبة بها جبر الرسول مسجد فيها يزورها مسلمين. الشفا تضحك لها ورود الهدى هي عروس البحر هي أحلى شذا للبحر بسمة وجبتها بسمتين. لبوا الحجاج في شوق وحنين توجهوا لك راكعين وساجدين افتخر طيبة بها قبل الرسول ومسجد فيها أبو نور. إحنا كنا نتكلم قبل الفاصل على استخدام الفنون الشعبية في الهذي. أنا برجع على مولد أمه اللي جبنا له مقطع الآن، المقطع الأول والثاني منه. أنت في الأوبريت أنت اللي تحط نفسك ولا الملحن يحطك ولا المؤلف ولا بحسب تختار مكانك أنت في الأوبريت؟ بحسب صلتي بالملحن. أيوه الملحن عادة لمن يكلف بالأوبريت أول ما يحط في مخه أنه يجي محمد يعني كان إذا كان قريب منك قريب مني أيوة. يجي يعني إيش نسوي؟ فنعمل خارطة. خارطة مين يغني إيش؟ لا خارطة للحن أيضا. أيوة اللحن قبل اللحن للحن قبل وضع التيم الفلكلورية الإيقاعات المتنوعة لدينا في جنوب الشمال والغرب والشرق. أيوة. أيوة. والتنوع اللي فيها أشكال التنوع اللي فيها ونبتدي نرسم نعمل خريطة ونعمل الألحان ونعمل حاجة اسمها ديمو اللي هو التسجيل تجربة. أيوة. أيوة. بس مثلا يعني مثلا هذا في مولد أمه لما أنت حطيت التيمات والأشياء أقصد الفنون كلها وزعتها حسب المناطق
وهذا الابداع كان في اللحن هذا. انت تختار الاماكن اللي انت تشيلها، يعني مثلا زي تو مثلا نسمة عبير في القطيف كان يقولها مثلا الله يرحمه طال المدح رحمة الله عليه، وبعدين انت تدخل في اماكن انت تحدد المكان. لا الملحن. الملحن ليش؟ على اي اساس يحدده؟ على خامة الصوت؟ بالأقدمية. عارف كيف؟ مثلا ابدأ دائما طلال، لو تلاحظ في اي بريتات دائما مقدم الاستاذ طلال لانه هو اكبرنا سنا واقدمنا في الفن، فنقدمه وبعدين اللي بعده. بعد كذا داخل الاوبريتات بتتنوع حسب الرغبة. معي انا سمو الامير سعود بن عبد الله كاتب اوبريت مولد امه. مرحبا يا سمو الامير. هلا وسهلا ومرحبا. هلا وسهلا. الله يحييك. احنا كنا نتكلم على اوبريت مولد امه، هذا الاوبريت الجميل اللي اسس للفن او الاغنيه الوطنيه بطريقه جميله. الله يطول عمرك. انت لما كتبته سمو الامير كنت تتوقع انه يفصل باللحن يعني جغرافيا وفنيا؟ يعني لما يجي يغني مثلا على القطيف يجيب فن الليوة، لما يجي يغني عن الشمال يجيب الدحة، لما يغني عن الجنوب يجيب الخطوة، لما يغني عن القصيم يجيب السامري زي كذا. عندك فكرة كبيرة عن هذا. يا سمو الأمير في البداية أرحب فيكم وأرحب في الأستاذ محمد عبدو، ولا أنسى في هاليوم المبارك أني أبارك لكل الشعب السعودي وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمير سلمان. بهاليوم اللي ما ننسى من قام بهالدور العظيم في هالبلد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، ومن كانوا معه في ومن جعلنا نحفل بهاليوم المبارك في توحيد المملكة. الحقيقة أنا تشرفت بكتابة هالأوبريت من هالقيادة المباركة. الأوبريت الحقيقة اللي قام بالدور الكبير فيه الملحن ووجهني توجيه الحقيقة كبير، لانه الملحن كان له دور ايجابي في الايقاعات الموجوده في المناطق كلها. يعني كانت خلفيته اكبر مني في الايقاعات الموجوده في المناطق. ايوه. وبالاتجاه هذا حنا بدانا نكتب. فكان يعني كل منطقة نشوفها بالإيقاعات الموجودة والتراث الشعبي اللي موجود فيها. جميل. هنا ولدت الفكرة حقت الأوبريت. شكرا لك يا سمو الأمير. سمو الأمير سعود بن عبد الله كاتب أوبريت مولد أمه اللي هو يعتبر اليوم الوطني. شكرا لك من أجمل الأوبريتات. أنا أرجع لموضوع قبل ما يروح الفاصل، النشيد الوطني مر عليك؟ ليش مر من جنبك ولا ما؟ الأناشيد الوطني؟ لا النشيد الوطني السعودي السلام الوطني. هذا تولد سارعي للمجد والعلياء. سارعي للمجد والعلياء أعتقد هو سامح ألف لا لا ألف من الخمسينات لعبد الرحمن الخطيب رحمة الله عليه. أيوة. هذا كان من بداية الخمسينات. يعني احنا كنا لسه أطفال يعني. الجديد الجديد اللي ما تغيرت الكلمات برضه هو نفس اللحن. نفس اللحن على نفس اللحن ما غيره سامي حسان؟ لا لا مو لسه سامي الله يرحمه سامي اللي قام بالتأليف طبعا أستاذ إبراهيم خفاجي. إبراهيم خفاجي المؤلف. أيوه هو ألف على اللحن. على نفس اللحن. على نفس اللحن لأنه كان الملك فهد رحمة الله عليه يبقى نفس النشيد الوطني هذا يترسخ، لأنه أنت بتتعب كثير على اللي يسموه لوجو دائما. أيوة. يترسخه في أذهان الناس، فأصبح السلام الملكي ترى من أقوى التيم الموسيقية اللي ترسخ في الذهن كنشيد وطني كموسيقى. أنت ما حاولت تغنيه؟ هو مفروض يكون جماعي. أيوة يكون بس أنت ما غنيته؟ ما قد غنيته ولا حاولت ولا ها؟ ما ودك تغنيه؟ إلا ولا تشيله لشيلة بس؟ سارعي للعلم والعلياء
مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أخضر ينشر النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني موطني عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن. الله. معي الدكتور سعد آل سعود، الشاعر الدكتور سعد آل سعود اللي هو مؤلف أوبريت عهد الخير للجنادرية 32. مرحبا يا سمو الأمير. يا هلا يا هلا وسهلا أستاذ داود، وتحياتي لك وتحياتي أستاذ محمد عبدو. إيه أنا كنت أبغى أسألك يا سمو الأمير عن عن الأوبريتات الوطنية، أنت كيف شايف مساهمتها في وجدان تشكيل وجدان الناس؟ طبعا الأعمال الوطنية بكل تأكيد لها أهمية كبيرة في التأثير في المجتمع وربطهم بوطنهم بأرضهم بمجتمعهم بقضاياهم. في الأعمال الوطنية أعتقد أنها النشيد الوطني مهم جدا وله تأثير عجيب يعني على في نفوس الناس صراحة. والأوبريت لما كتبته أنت تدخلت في 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 من يلحن ومن يغني ولا كنت بس كاتب؟ طبعا عادة أوبريتات الجنادرية أنا قدمت أوبريت عهد الخير 23 والحمد لله كان في لوحات الحمد لله ممتازة بحضور طبعا الأستاذ محمد عبد أضاف إضافة جميلة للأوبريت والحان الأستاذ صالح الشهري الله يرحمه وكانت آخر أعماله تقريبا الوطنية اللي يعني أخذت مساحة الحمد لله وطبعا عادة الأوبريت صراحة يكون في وجه الشاعر يعني الكاتب لأنه يعني كان في توجيه من سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين بإعداد الكتاب أوبريت وكنت طبعا الكاتب كان هو اللي يتولى إدارة الأمور فيما يتعلق بالعمل بالتنسيق مع الملحن طبعا وفيما بعد ما تنتهي الأعمال الألحان يبدأ التنسيق مع الفنانين. سمو الأمير في هذا الأوبريت يمكن أول مرة خادم الحرمين ينزل يشارك المحتفلين في أرض المسرح صحيح. ايوه بأرض المسرح ولا لا؟ صحيح صحيح هذا الكلام صحيح لان لاول مره سيدي ينزل طبعا على مدار الاوبريتات كلها لاول مره راعي الحفل ينزل أرض المسرح وكان طبعا لهذا العمل لها اسباب اول الحمد لله كان ختامها الآخر لوحة كانت عمار يا دارنا وكانت عمل متميز يعني الحمد لله من ناحية أن الألحان والأساتذة أدوا يعني بقيادة الأستاذ محمد عبده قدموا لوحة جميلة جدا وتفاعل حتى طويل العمر تفاعل كثير مع هذه اللوحة ويعني وقف يعرض يمكن وقت طويل صح ونزل بعد كذلك من الأشياء اللي ساهمت في نزولها الله يحفظه كان برضو واحدة من اللوحات تخص الأطفال المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة وتفاعل حتى معهم ونزل وسلم على جميع الحاضرين يعني كل طاقم العمل. شكرا لك الدكتور سعد آل سعود. طبعا في ختام بس أحب أقول كل عام والوطن وأهل الوطن في خير وعز وحفظ الله قيادتنا الرشيدة. شكرا جزيلا لك. فاصل وأرجع لكم. أحبك وأعشقك والله معشوقتي حاضر وماضي بالشمال يبقى على صدر الثرى ذكرى سيقات عطش الرمال معشوقتك عرعر لمرجها اتعانقت غيمة وجبل ومن المعانق انبرت سودت عسير تورد ومن المعانق انبرت سودت عسير تورد مع
هذا الأولة مش أوجد النار كان هام السحب فيه شيء فيه شيء من منها ولا إيش محمد عبده لا في محمد عبده كيف يمكن هذيك الأغنية مناسبتها إيش حرب شرورة أي إيه صح إيه ما شاء الله عليك طيب. يعني حرب شرورة الله لا يعيد الشر إيه. يعني يحفظ أمننا وأماننا إن شاء الله في عهد جميع سيوف العز آل سعود اللي إحنا لولا ثمهم ما كنا في هذا المجد والرخاء فحرب شرورة كانت صادمة لنا في الأول فتفاعلنا أنا شخصيا تفاعلت معها بصفة خاصة سريعة جدا وكانت التجربة الجميلة هذه من كلمات أستاذي إبراهيم خفاجي إبراهيم خفاجي أنت ما حاولت تجدد هذا هالأغنية ما حاولت ما أقول لك الله لا يعود الشر إيه ما تبي هذا أوقد النار أوقد النار لكن يعني الكلمات الكلمات عادة كل الكلمات اللي تجيك بالأغاني الوطنية تتدخل تغير ولا ما تغير لا تغير يعني مو أغير تغير كلمة يعني في كلمة مثلا تحدث عنها الأمير بدر بن عبد المحسن فهام السحب ايه؟ أنت ما مثلك في هالدنيا بلد ايه؟ أنا حطيت كلمة والله والله ما مثلك والله ما مثلك في هالدنيا بلد تضيف أي أحيانا بس أنا ما أغير لابد أن يكون بموافقة الشاعر إذا رضي منه بالأغاني الوطنية أحسن من لحن لك أنت في رأيك اللي لقاك محمد عبده محمد عبده واللي بعد محمد عبده شفيق شوف أنا أقول لك الحس الوطني الحس الوطني عند أستاذنا الكبير رحمة الله عليه طارق عبد الحكيم طارق عالي الحس الوطني في الأغاني الوطنية
غنيت له أنا كمان أغنيتين وطنيتين من أروع الأغاني. كانت شاملة أيضا للوطن وشاملة للعهود اللي مرت بها المملكة. في 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 مثلا عندك أنت في في بعض ال 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 الكلمة فيه أغنية في يعني غير أبريت أمه فيه أغنية أخرى لك تشبه أظنها بلاد النور. بلاد النور بعد أبريت مولود أمه ولا قبله؟ بلاد النور؟ بعده. والله احنا من كثر ما غنينا كثير ما ندري ايش اللي كانت تسمع. انا اتصور هي بعده ولا قبله ما اعرف. انت ما تدري؟ قبل ارض الرسالات؟ لا قبل مولد امه. مولد امه. لا مولد امه اول واحد هذا. ايوه. إيه معناته بلاد النور. بلاد النور فيه شبه. يعني انت معدد المناطق بس ما استخدمت الالحان، لا لحنتها بشكل واحد. انا ماني متذكر هذا بلاد النور. والله يا ليت الشباب اذا عندهم سم. أيه؟ عطونا بلاد النور. ما شاء الله عليك. ايه يعني احنا كم جنادريه الان؟ اكثر من 35 جنادريه. إيه؟ بس هذا يعني هذه متاكد انها بعد اكيد يعني بعدها. إيه؟ لان مولد امه اول واحد. إيه؟ لانه مولد امه له ايضا يعني مناسبه، لان انا كنت مسوي قبل كذا قبل مولد امه مولد وطن. ايه فلما جات الجنادريه قلنا احنا نعمل مولد إيه؟ امه. وزي ما الان هذا يعرض الان مولد امه. إيه نعم. لكن في بعده حيجيبون الشباب لي اللي هو بلاد النور. كلمات محمد حوقان المالكي. قريب هذا طب. قريب ايوه قريب. هذا بس انا ما ادري مين اللي ملحنها. مو بدا. مش انت؟ لا ما تعرف مين اللي ملحنها. اللي انا بقوله انه انت بدعت في مولد امه في تنويع على الحال. اي محمد شفيق. محمد شفيق. لا بس انت كنت على كنا يعني كنت معاه. كنت معهم يعني في انا اللي اعرف انه كنت رسم مع محمد رسم شفيق. خارطه لل رسمت الخارطه معاه انه خلينا نجيب كذا ونجيب الفندا ونجيب السامري هنا ونجيب لكنه في هذا مع انها نفس بلاد النور. بلاد النور نفس اللحن نفس الفكره. واحيانا لما ياتي ملحن جديد على الجنادريه فبده يحاكي الشيء اللي قبله فتتوارد خواطر يعني. وقد بعدين لا تنسى انه الجنادريه في حاجه مهمه جدا انك انت مرسومه لك من قبل كذا عهد المملكه العربيه السعوديه ولادته المملكه العربيه السعوديه بعدين انجازاته بعدين العهود التي مر بها المملكه العربيه السعوديه. فانت بتتكلم في خلال الثلاثه ترى على فكره كل 35 جنادريه بتتكلم على الثلاث النقاط هذه. هذا الاغنيه لو تسمعها هذه سمعتها العظيم وزمزم الطاهر ويا ارض الجنوب يا بيالي لاحظت تنتقل انت من اي نعم جغرافيا انت مسوي زي هذاك ما ادري مو انا مو انت والله انا انا صدق دحين يعني انت اللي ملحن هذا انا ملحنه ايه طيب عموما يعني انا حتى دحين لما اجلس اسمع مثلا الجنادريه ما ادري صوتي من صوت غيري. انت على فكره تدون فيه مدونه لتاريخ اغنيتك من لحنها طبعا 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 موجود فيه بس الان مو في ذهني انا مش لا بس انت عندك موقع الان طبعا لا ما عندي موقع هذا موقع مو ما ثلاثه مواقع واربع مواقع المحبين كلهم مسويها انت ما تبي تسوي موقع لك؟ لا ليش؟ عشان مسألة حقوق ما حقوق ولا ايش؟ لا والله ما بدي ادخل في موضوع اشغل بالي باشياء ما في شركة ولا شيء شركة انت رجال منظم شركة بتسويها ايه لا يعني توكلها لاحد ايوه الشركة بتسويها الان قاعدة تسويها؟ لا عندها عندها لا قصدي انك تسوي موقع لمحمد عبده انت نابع منك تشرف عليه شركة انت مكلفها لا شركة السجات الخاصة بي أنا بتقوم بالواجب هذا لا لكن أقصد أنا أنه الموقع يصير أنت رايد تصير لك موقع باسمك تقول لهم سووا كذا ولا تسووا كذا وسووا كذا لا مش باسم محمد عبد الله لكن باسم الشركة باسم الشركة أنت معطيهم الحقوق
ها؟ أي. الآن فيه يعني مثلا لاحظ مثلا أغاني لما نشوف مثلا شادية يا حبيبتي يا مصر كم لها من سنة يغنونها إلى الحين المصريين يغنونها. ما تبي ما في فكرك أول شيء تسوي أغنية على طريقة مثل صبية يعني تدلع المدن تمسك المناطق تفترض أن المدينة حبيبة ولا زوجة ولا وتم. أي هذا في الفن يسمونه الديالوج. فنحن عملنا طال عمرك إذا تذكر أغنية اللهم عظيم اسمه قال من أهل الجنوب مرني عند الغروب ضبي خالي من العيوب قلت له من فين أنت قال أنا من أهل الجنوب بعدين بدأ يقول له طيب أنت من هنا ولا أنت من هنا أيوه. مررت على كل المناطق أيوه تغزلت فيها تغزلت في المدن تغزلت يعني ما تبي ترجع لنفس لاحظ هذه أغنية وطنية. أنا لو أنا مثلا من أهل مثلا ظهران الجنوب وأنا مسافر أبغى أسمعها علشان أحس يعني تجيني ظهران الجنوب فأنا أقصد هذا النوع من الأغاني اللي فيها عاطفة وهي في نفس الوقت وطنية بعيدا عن الأبريتات والأغاني اللي فيها اللي قلت عندك إحنا تطرقنا للموضوع ده في الأول ونجح جدا وعلى ضوء ممكن أو تعملت أغاني كثيرة من هذا النمط لكن السبق لما لبق عم يقوله في الأولاني يعني هو عادة النص يحكمك يحكم يخليك أنت مين أكثر. من شايف أنت غير محمد عبدو هالحين من الجيل الجديد غنى وطنيا كويس وطني غنى أغاني وطنية كويس من الجيل الجديد من الشباب شوف احنا تحملنا على عاتقنا مسؤولية كبيرة والحمد لله بنيتنا الصافية مش بإمكانياتنا أو بنيتنا الصادقة نحو الوطن توفقنا الآن الشباب ما شاء الله تبارك الله يعني وخصوصا الجنادرية اليوم طلعت تستوهب تستوعب أصوات كثيرة أول كنا كان أستاذنا طلال مداح وأنا صح واليوم ما شاء الله أنت بتشوف حتى خرجنا إلى خارج الوطن السعودي يعني أصوات عربية كثيرة اتعملت جنادريات كثيرة بأصوات عربية صح فلذلك أنا بقول يا أخواني يا حبايبي يا زملائي اعملوا لنفسكم تراث أهم ما يضع الفنان لنفسه أو الكاتب أو المبدع أو أن يضع لنفسه تراث يذكر به بنورها الوقت خلص وأنا والله حديثي ما يمل معك والله. Yeah.